انتوا دورتوا زين يا ناس، ما معقوله يعني لو حرامي كان سرق غير اشياء. ربع بنتي، انت الذهب مالك موجود؟ طبعا موجود وما ناقص منه اي شيء. خلاص زين، انت راقية الذهب مالك موجود؟ لا اي موجود، كل شيء ما ناقص. عجيب، بعد هذا الحرامي كان متقصدها الرضاب. بابا هذا مو حرامي. لا عاد بابا، هاي لينا. شنو؟ اختك مو حرامية؟ دقيقة خلنا نفتهم. دقيقة، ايش تقصدين بابا؟ صدقني بابا ما حد يندل مكانه، وانا كان دائما المفتاح مالتي على الميز، هي سدتني عليه قبل ما اسافر. اقول لك يا باب، اذا هذا الذهب ما تلبسي ليش تشترين؟ احسن ما اصرف فلوسه على المكياج والاكسسوارات والصالونات. ترى ذوبة لبسي تمتعي بيه. وانا لبسه بالدوم قابل مشاكل؟ هذا اختي الذهب للزمن. هذا مو دليل، هذه مجرد سوالف. لا عاد منو غيرها؟ اسمعي رضاب، صحيح انتي تدرسين قانون، بس لا تطبقين قوانينك وتحقيقاتك براسنا، افتهمتي؟ اختك مقاصره، ما عايزه ذهب. هسه دهدي انت على كيفك. انا افضل نبلغ الشرطه احسن. شنو؟ جنابك تريد تفضحنا؟ ليش فضيحه اذا لينا بريئه؟ لا بس يعني انا اقول ندور زين ونتاكد. بابا ماما عندها حق، خلي اول مره ندور وبعدين نتصل بينا ونسالها. والله خطية هذه رضاب، دائما توقع بمشاكل. لا 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 عافية ربا، لا تتهمون احد قبل لا تتاكدون. يعني معقولة لينا توصل لهذا الحد؟ زين اسمعي اقول لك ربا، يعني هذا الموضوع لا تحاولون تحجون بيه قدام مخلد، ووصيهم الاهلي. يعني اخاف تكون لينا فعلا هي مسويتها، ما اريد انحرج قدام مخلد. عيني رضاب، الذهب يتعوض، المهم سلامتك. وما يضيع إلا هسه لأن محتاجته. أنا ما عندي حل غيره، تعرفين ذهب هواية كان ممكن يسد كل مصاريف الزواج. ما يخالف، أنا أفضل هسه تهدئين وتنامين ترتاحين شوية، وباشر عد هم أرجع يدوري. وين أدور؟ ما خليت مكان ما دورته، 20 مرة دورت. شو أسوي؟ ما أدري شو أسوي. فدوى إيدك، فدوى إيدك. هسه ما تقولي لي شو اسوي؟ انا جمعت فلس، حرمت نفسي من كل شيء، قلم حمره ما اشتري، قطر استكثر عليه. كان بابا من يعطيني فلوس اجمع فلس واشتري ذهب. قلت من اتخرج يعني اشتري لي مكتب، سياره، صفت لا مكتب ولا سياره ولا حتى زواج. عين ام سوزان الله يخليك لينا. وين طالعه؟ وين بنص الليل؟ أم سوزان، دولة بنات شابات مراهقات، شلون تخليهم يطلعون وحدهم بنص الليل؟ الله يخليك أم سوزان، أول ما توصل خلي تخابرني حتى لو بنص الليل. تفضلي. هاي شنو؟ بين ماكو أحد. استريحي حبيبي، استريحي، خلي اشوف وين رايحين. هم زين عندي مفتاح. يعني معقوله لحد الان ما حصلتيها؟ كل ما اخابر يقولوا لي طالعه، وهذه الرضاب كاتله نفسها. زين لينا ليش ما خابرت؟ تقول ام سوزان دا تخابر وما دا تحصلكم. وبالتالي شلون؟ ما اعرف، وانا خايفه لا ابوك يعرف ويسويها مشكله. ليش هيك لينا؟ ليش هو لا عبالك عندها اهل؟ الحمد لله من ضاع. شنو؟ ليش هيك عادت؟ حتى ما تفتحين الموضوع وياي نهائيا، وصدقيني لو ما صار اللي صار كان انا تصرفت غير تصرف. شكو بيها عادل؟ أنا ردت أحل المشكلة.
تحلين مشكلة وفضحتيني قدام أبوك وأهلك، هسه شو يقولون؟ أني طمعان بالذهب؟ وبعدين أني منو يصدقني؟ أني ما أعرف شنو اللي كان ببالك. بس أنا قلت لهم هاي فكرتي. طبعاً، وحتى لو لقيتي للذهب أكيد هم بداخلهم راح يصورون غير شيء. ليش هيك رضاب؟ ليش؟ ليش خليتيني بهذا الموقف المحرج؟ سمعيني زين، حتى لو بقينا مخطوبين طول العمر أنا ما أعتمد عليك. الزواج هذا مسؤوليتي وأني أتحمله. عادل، أنت زعلت؟ هاي فوق اللي أنا بيه؟ اللي أنت بيه أهون من اللي كان ممكن أتصرفه لو أنت بايع الذهب ومتصرفة لوحدك. الحمد لله المسرح كمل، ما بقى غير الديكورات وبس. وموقف السيارات ما كمل؟ هذا شنو هذا؟ نخلصه بسرعة. رأفت، أنا كلش مستعجل على الافتتاح. عمك هم مستعجل، الظاهر مفلس. خطيئة تعبناه ويانا، بس تدري اللي فرحني منه؟ اللي فرحني واسمع، كلش مرتاح شراكتي ويا أبوه. طبعا حبيبي، حتى ضمنك أكثر. ليش أنا مو ثقة؟ لو أنا مكانه ولا أثق بيك، سجلك حافل بالمغامرات. واصنع الخاتمة أودعتك رأفت، يعني السعادة اللي داعشها وياها ما تخليني أشوف أي مرأة بالدنيا. فعلا، واصنع تستاهل، حافظ عليها. وانت شنو أخبار القلب؟ يا قلب على يا رأفت، ليش تضم علي؟ ليش؟ مو أنا أخوك. هلا أورهان، ماما شلونها؟ خير، تسلم عليكي. يعني معناها ما اجيتي وياك؟ بعد وين اجيتي؟ اجيتي وياي. خيلاء، اهلا. اهلا وسهلا. قومي اتصلي بيهم شوفي شو كنت يرجعون. الاسبوع خلص ولسه ما اجوي. إذا ما يجون باكر أروح بنفسي أجيبها. ترى يصار يا نعمان، أم سوزان دا تقول اضطرينا نمددها للسفرة لأنه دا نزور بعض المناطق، بعدين شكوا عليها أغلب البنات أهلهم وياهم. أنا السبب، كل صوتي أنا. كان لازم أسمع كلام ربا من البداية. منو خلاني أوافق على سفرتها؟ شقشمرني شورطني، يعني ابني عمر 17 ما أقدر عليها. وسه هي شو مسوية؟ إذا خليها تتونس وتعيش يومها حالها حال البنات. مع ذلك أنا همينة راح أتصل بيها وأكد عليها ترجع وأعرف شو وقت راح ترجع. طلع من البيت ماكو حتى وإذا للحديقة، إلا إذا كانت أبلة وسناء وياك. أنا من وافقت تجيني هنا حتى تغيرين جو وتشوفين ناس جدد. بعدين بالقوة يلا أقنعتها الماما. أنا ما أريد أندم على أي شيء أسوي. أورهان، شكراً أبي، أرجوك ثق بي، اللي صار كان غلطة وكنت طفلة، كافي تعاملوني على أساسه، مو كافي خسرت دراستي وماما قعدتني بالبيت. هذه سهلة، يجوز ننتقل لهنا وأحاول أقنعها الماما ترجعين للمدرسة. بس أهم شيء تسمعين كلام حتى أقدر أساعدك. صحيح أبي، صدقني أسوي اللي تريدون، بس ترجعني للمدرسة حتى على الأقل ماما تقتنع أني ما عندي غير دراستي وبس، ويجوز شوية ألتهي وأنسى معاملتها إلي. ماما أتحبك هواية ومعتها غير أنتي، بس هي تخاف عليك شوية. بعدين اللي صار مو قليل، كان ممكن يدمر سمعة العائلة ويقضي على ماما. عافية أبي، انسى، لا كل ساعة تذكرني. أنا راح أنسى أورهان، بروميس، وراح أخلي ماما أيضا ما تتذكر. بس اثبتي لي أنه أنت تستحقين السماح. إن شاء الله. شوفي خيلاء، مشاكل ما أريد. أنت تعيشين بهذا البيت معززة مكرمة، وأسناء صاحبة هذا البيت، فحاولي يا أختي العزيزة تتعايشين وياها. أي تاليها مخلد، إجا اليوم اللي تحسبني بضيفة، اسمع الأسف علي، حسبتها صح. شو تقصدين؟ يعني أنت عفتي بيتك وزوجك وبنتك على مودي؟
لا دير بالش تحمليني مسؤولية اللي صار. ترى أنا وقفت وياك وساعدتش لأنه أنت ردت الطلاق. أنا ما إلي مصلحة بكل اللي صار. أنا غلطان مخلد. أنا غلطان. لأنه حقيقة أنا حسبتك أنت بيتي وأنت أهلي وأنت مستقبلي. بس ما كنت حاسبة أنه يجي يوم من الأيام وتقول لي أنت ضيفة. أنت راح تخليني؟ عجيب أمرك. خيلاء، خيلاء البنية مكانها ببيت زوجها، وأنا ما ممكن أطلب من زوجتي اللي هي سيدة هذا البيت أن تروح لأهلها. أو شلون؟ أقولها قعدي بغرفتك وسدي الباب على روحك لأنه أختي تي تاخذ مكانك. بشرفك بشرفك أنت. تتذكرين من كانت تجي خواتها أبو شهد تسوين بيهن؟ تتذكرين شو وجهك تحاربين أهله وخواتها بالذات؟ يعني تطردني مخلد؟ خيلاء أختي، أنت طول عمرك كنتي بمقام والدتي، وما ممكن أني أفكر أن أتخلى عنك أو ما أشوفك. وأصلها تحبك هواي، ليش ما ترجعون صديقات مثل قبيل ونعيش كلنا سوية بسلام؟ بس أنتي حاولي تنسجمين وياها. إن شاء الله. أوران حبت تتعرف على البنات، هي كثير مرتاحة لوسناء وحبت تتعرف على البقية، وأنا بصراحة شجعتها لأنه هي ما عندها صديقات لا هنا ولا هناك. أهلا وسهلا بيها. خلت أعتبر هذا بيتها ويا هلا ومرحبا بيها. مساء الخير. أهلاً. مرحبا. أهلاً. مساء الخير. اهلا وسهلا. هذه اورهان. ما شاء الله انسه. لعد شلون نقول عليها صغيره؟ هي شويه خشنه ولهذا تبدو كبيره. هم البنات دائما يكبرون بسرعه يشبون. تصور وسناء بعدها بالمتوسطه وخطبوها، شافوها خشنه وطويله. بالمدرسه اورهان؟ هي كانت بالمدرسة وتركت لأنه تمرضت شوية. إن شاء الله راح تعود السنة القادمة. إف هذا شنو؟ أنا فلا عطيقة. بس والله أخت حبابة وخجولة، ما أعرف ليش يقولون عليها مغرورة ومتكبرة. ابنية متغباية. شفتوا شلون كان قاعدة محترمة نفسها وعاقلة؟ عود مثل بنتك. بس بابا ترى هم عائلة متزمتة. إي هاي. إحنا دائما الخوش نقول عليهم عائلة متزمتة. حتى ابنهم هذا رأفت، شقد حكيتوا عليه اشكال، بس انا جربته بالشغل. لاول مره بحياتي اشوف شاب مخلص مثله بهالعمر يحترم عمله واصولي وكلمته. ما تصير اثنين. بابا تحب اسوي لك القهوه اني؟ لا يا بلا، قضيت عمري انا اسويها بيدي. زياره ما لها مبرر، هم طول النهار رايحين جايين. أريدت أورهان تتعرف على ناس وتوديها لذول كان تقول لي وأني أوديها لأرقى العوائل. أنا هنا تعرفت على هواية ناس هاي، بس قول أنت دا تريد تروح تشوف ربا بحجتها. أنا ما محتاج أسلك هيجي طريق إذا أريد أشوفها. بس هي عادش حالها، ما تشكو خابصين بيها. هذا الشيء ما يخصني. الو، هلا وهلا سوزان. لينا اي بنتي لينا فدوى، شنو اخبارها؟ وش عليها زين اتصلتوا؟ ترى ابوها راح يتهسر من القلق.
مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. وين لسا؟ كنا بالسوق. كل هذا التأخير؟ يعني طبعا السوق ويعني واحد بعدين هو أخوها سامح لها إنه تجي وياي. تفضلي صعدي فوق. بعدين أنا أشوف خالة وأتفهم وياها. صعدي. ليش هالشكل خيلاء؟ خطية حرشتيها. معليش أنتي سكتي. هايتي ليش صحين عليها قدامي؟ أبويا بحياته ما مسويها. وما حد خد أخوك مسويها. الله وتعلمين الأدب. أفضل تسميها أصول. الأصول اللي تخليش تحترمين كلمة رأفت وكلمة أخوك. ما أعتقد رأفت يقبل بهذا اللي تسويه. الله الله. وانت عيني من شو وقت وجاني تعرفين رأفت إيش يقبل وإيش ما يقبل، إيش يريد وإيش ما يريد؟ إيش عندك وياها؟ مو كافي أختك أخذت واحد، أنت همين تردين تاخذين الثاني؟ ما أسمح لك وعرفي حدودك من تحكين. بعدين أنت شايفة نفسك، العالم عندك خدم؟ كافي! صحيحين علي ربا وبيتي؟ أنت بديتي وأني دا قابلك بنفس أسلوبك. ربا الله يخليك لحد يسمعنا، روحي للبيت الخاطري. عن الخاطر شح أروح. بس إلا خليش تجين البيت وتعتذرين مني. ست خيلاء راح أشوفين. يا أخي اتقدم لها وفضحة. أرجوك مخلد انسى الموضوع. هسه لوجدت كابور. يا أخي مو رفضت وانتهى. كان الوضع مختلف. هسه البنية غيرت قناعاتها. أنا ما أقدر أجازف بكرامتي مرة ثانية. أها، وتظل تدور أسباب حتى تشوفها وتحكي وياها. ساعة أرهان وساعة تروح لأبوها بحجة الشغل. إيه لا يصير دمك ثقيل يا رأفت، تتحرك شوية. هو أنا صوتي. أنا ليش ما أحكي وياك بهيك مواضيع؟ لأن أنت دائما تفكر بالأمور الإنسانية مثل ما تفكر بأي شغلة أخرى. يعني تفضها بكلمتين وبس. فعلا. ولويش التعقيد؟ قول اللي ببالك بسرعة قبل ما تطير البنية من إيدك رأفت. شلون؟ مثل ما سمعت يقولون لينا انهزمت ويا وسام. ليش؟ بابا يقولون تزوجوا. زوجوا؟ ليش من ورانا؟ ها شلون صارت؟ نامت، كانت منهارة، انطناها أبرة مهدئة والظاهر سريعة المفعول. الحمد لله زين. أوفي هسه أنا راح أقيمها. لا لا أنت روحي نامي، لأن أنت وراش دوام، أنا أقيمها. روحي دوام. يا دوام هذا. بنتي انت كان مفروض بيش ترحين الدائرتك. خلي الامور تمشي طبيعية الى ان نتصرف. ما اقدر بابا ما اقدر. احس الناس كلها تعرف وكلها سامعة بالموضوع. لا تخلون احد ياخذ خبر على الموضوع، معودين. واهم شيء توصين امك، ترى امك لسانها رأسا يفلت بحجاية. زين انت شو حتسوي؟ شو اسوي؟ ما أدري شو أسوي. فكرت أخابر خالك هشام، لأن هو بالشمال قريب عليهم، يقدر يروح يسأل يستفسر. أو جزء أنا باكر الصبح أسافر عليهم. أو ليش الصبح؟ اليوم العصر أسافر.
بابا بابا عيني انت انت لازم بس شوية تروح تنام وترتاح للصبح منايم. شرتاح شنام اختي اشطيرت حتى النوم من عيني عملتها كسرة ظهري طيني حال شو اسوي ما كلها طلقة براسها. لا بابا لا مو انت اللي تتصرف بهالطريقة بعدين احنا ما نعرف شنو ظروفها اللي خلتها تتصرف هالشكل. اي ترديني انتظر انتظر اللي نعرف السبب شنو مو العالم كلهم عرفوا الموضوع كل الناس عرفت شاقول شاحجي تفضل. خير فو ماكو شي مريت للدائرة ما لقيتك قالوا طالع شوية تعبانة الظاهر اني جيت بوقت ما مناسب ابو اسناء ما موجود؟ لا ابويا ما موجود وماما شوية مريضة اذا انا اروح احتمال ابو اسناء بالفندق. تفضل استريح. بابا ما راح تلقاه بالفندق بصراحة احنا ما ندري هو وين يا ريت تساعدنا وتعرف هو وين. انا ما اقدر اطلع من البيت باقي لانه اخاف يحتاجوني باي شيء. شنو الموضوع؟ شنو؟ ليش؟ حظي غير حظي. هذه لينا العزيزة المدللة هيجي تسوي فيا ايش اقول للناس؟ واني شو اقول للمخلد؟ يا مخلد وش هذا وسام ما ادري ايش راح يطلع ما ادري يقتلها ويشمرها ما ادري وين ما هو وش ماخذه هذه وياها هواية فلوس وذهب مالتها ومال اختها. مستحيل. اول تعالي ليش تسوي بينا؟ الله يساعدكم الموضوع فعلا كبير وصعب احتماله بس ارجوك هذا الموضوع ما حد يعرف به غيرك. لا تقلقين اعتبري نفسك ما قلتي لي. ارجوك اهدئي احنا بهالطريقه ما راح نقدر نوصل شيء. انا خايفه بشكل ابويا بالقوه ماسك اعصابه وانا واثقه هو راح ينهار. اما امي متهستره امي كلش متعلقه بلينا. لا تقلقين ان شاء الله نلقاها. بس انا اريد اسالك اريد اطمئن يعني انت تعرف الوسام زين تعرف هو ممكن وين يروح وين يجي. اسمحي لي انا لازم اروح وان شاء الله يصير خير. وسام شقد راح نبقى هنا؟ كم يوم حياتي. وسام هذا الفندق تعب ضجي تاني خلينا نروح الفندق درجة أولى احنا مو عندنا فلوس. حتى أول ما ندخل يلقفونا أكيد هسا انطوا أوصافنا الكل فنادق المعروفة. أوكي وسام ننتقل من مكان لمكان وكل فندق نقضي بيه ليلة المهم نتمتع. رباوي منو اجى؟ رأفت اخو ما اعرف شيء. لا شلون يعني ما حد جاب لي خبر عنها شلون بنتي شلون يوم دول عينك على كيفش اللي روح يصير بيك شيء يا عيني شلون قولوا لي شو اسوي يعني ابقى انتظر لين يجيبوا لي جثتها؟ يا ريت. ليش ربا ليش جهانت عليك اختك ليش وهان عليها اللي سوته بينا؟ ربا هسه وقت هذا الحكي اوه شو بابا تاخر وينه؟ انت تعرف المنطقة زين محافظات الشمال كلها نقلبها مكان لازم نلقيهم لو اعرف اقضي العمر كله ادور عليهم بس اخاف ليكون عبروا الحدود. يعني ممكن انا الولد ما اعرفه زين بس اذا كان عنده علاقات ممكن يدبرها بس المسألة تاخذ كم يوم يعني لما يدبر له جوازات سفر مزورة أوراق رسمية مزورة. كارثة إذا صار اللي تقوله معناها كارثة. شنو الأخبار؟
بعد 3 أيام تخلص الجوازات ومن هناك على تركيا وراها لأي مكان بالعالم. صدق وسام، أول مرة بحياتي أسافر. أنت مسافر قبل؟ أبداً ما مسافر، لأنه ما كان أكو ضرورة للسفر، لكن هسه مستعد وآخذك بعيد عن كل الناس. تحبني وسام؟ أموت عليك. للمرة الألف أقول لك أني أحبك، أحبك ومستعد أسوي أي شيء على مودك. وسام ديبات تلعب وياي. وسام أنت تعرف كل الزين أنا شقد أحبك، ضحيت بهواية أشياء عزيزة علي حتى أثبت لك شقد أحبك. يا ربي يا ربي، بس ليكون سوى بنفس الشيء. أنت ما شايفة حالته الصبح شلون كانت؟ لا ربا لا، بابا ما ممكن يتصرف بهاي الطريقة، بس أنا خايفة عليه ليكون انهار ووقع بمكانه هو وحده. ألو؟ اي ربا، بابا يمنى اجى الظهر وطلعوا هو وخالج حتى يدورون عليها. هسه هو ليش ما انطانا خبر؟ هاي فوق اللي احنا بيه. طلعت بس وين اروح ما ادري، هايم على وجه ما اعرف الطريق، عبالك هو بده ياخذني مو انا بدي امشي بيه. لا اشوف لا اسمع، ناس يسلمون علي ما اعرفهم، يحجون وياي ما اسمعهم، ما اعرف شو اسوي. ضربت الرصيف، اجى المرور اخذ الاجازه من عندي وعفت السياره، اول واحد خطر على بالي هو انت. الطريق من بغداد لهنا عبالك صار دهر، كل ساعه هيك بقلبي ارد اقول له للسائق عمي اوقف خلي انزل اروح مشي، ولو رايح مشي كان وصلت اسرع. ابو مصطفى لاول مره بحياتي اشوف هيك عذاب، لاول مره اشوف العذاب الحقيقي بحياتي. ان شاء الله نلقيهم. وين تروح؟ تصرف مراهقين، هاي هسه تمل من كيفها وترجع، ما متعن مع البهذله، يوم يوم وين تجي؟ واذا رجعت بعد ايش؟ اذا رجعت بعد ايش ابو مصطفى؟ يعني تتصور انا راح استقبلها اذا رجعت؟ انا محضر المسدس هنا هياتها. ابو اسناء اذكر الله، لا تفكر بهيش طريقه، اذا مش زوجه الموضوع سهل. خال عيني، اول ما يجون تنطينا خبر حتى لو بنص الليل. يا معودة من وينام؟ مين يجينا النوم؟ لا لا بالعكس، انت وجودك هناك هواي احسن، على الاقل يعني بتنقلينا الاخبار، نعرف ايش يصير ما يصير. ان شاء الله، مع السلامة. الو، لو مخلد. اي اي موجودة مخلد عليك. الو، هلا مخلد، اسفة. لا تقلق لا تقلق، هسه جاية. تبقى ببيت اهلها هواية احسن، مو يومية من الصبح لليل، اكو زوجة ساعة 10 بالليل ومراجعة للبيت. رجاء خيلاء كافي. مخلد، إذا زوجتك تطلع من البيت وتروح ببيت أهلها على مود أني موجودة، فأني بكرة من الصبح ألم حاجاتي وأطلع أروح للموصل. شنو هالحكي يا خيلاء؟ هسه يجوز أهلها محتاجيها بشغلة. مساء الخير. وسناء، هاي وين لي هسه؟ أني آسفة مخلد، ماما تعبانة كل شيء هواية وما قدرت أعوفها. إيش كانت اتصلتي أكو تليفون؟ آسفة صدقني انخبصت يعني ما قدرت حتى نسيت. إيش كانت دزيتي علي أجيب لها دكتور أو أوديها الدكتور يعني أي شيء؟ راح أخذ إجازة أسبوع من الدائرة، لأن ما أريد غيابي فيه تساؤلات. ضروري تستمرين بالعمل، على الأقل تبتعدين عن جو التوتر اللي بالبيت. بس هم يحتاجوا لي، أنا بصراحة ما أقدر أشتغل وبالي كله بالبيت، ذهني مشتت وراسي رح ينفجر. لا أشعر أنه أنا السبب، كانت غلطتي أنا، لأنه أنا كان لازم أتصرف وياه من البداية، لأنه أنا فهمته وعرفته كل زين.
صح كان عندي علم انه عنده علاقه بلينا، بس صورتها مجرد صداقه لانه فارق العمر بيناتهم كلش كبير، واكثر من مره لمح لي انه هو يستلطفها ويعتبرها مثل اخته. اللي مثل وسام ما يعرف الحدود ولا الاصول، مشاعره ممكن تتغير بلحظه حسب مصلحته. وعلى العموم هي كانت غلطتي، انا كنت اعرف ماضيه كل الزين وكان لازم احذركم منه من اول ما شفتكم وياه. بس شنو؟ كبريائك منعك؟ ما حبيت اتدخل بحياتكم واعتبرت هذا امر خصوصي. بعدين انا حتى لو منبهكم ما كان ممكن تصدقوني. فعلا لان الكبرياء احيانا يحول الانسان الى شخص غبي، يرفض الحقيقة حتى لو كان بداخله مقتنع بيها، والخطأ عنده يكون أسهل بكثير من التنازل. اللوم ما يفيد، لا تلوم نفسك ولا ألوم نفسي. أرجوك أستاذ رأفت أكرر طلبي، أي معلومات تصير عندك عن وسام أرجوك تبلغنا بيها. يعني ما تعرف جائز نقدر نحل الموضوع قبل ما يكبر؟ جائز هو الآن دا يأديها؟ إن شاء الله إن شاء الله يصير خير. أنا جيت ترى حتى أسأل عن عنوان خالج بكركوك، احتمال أحتاج الوالد. سألت كل العوائل وجماعات اللي كانوا وياها بالسفرة، ما حد يعرف عنها شيء. يا أخي وضعي كان محرج، الكل يباوع علي، شلون؟ هو لهذا السبب أنا ما سافرت، لأن كل العوائل تعرفني اللي يهمينها. أنا ما خليت مكان مستشفيات فنادق، بس ما لقيت لهم أثر. أنا أظن ما طالعين من الموصل. شلون؟ لينا تقول برسالتها هي احتمال تزور صديقتها سوزان بأي وقت، وهذا يعني هم ما طالعين من الموصل، لأن لو كان طالعين فمن الصعب تروح وترجع وحدها. أي رسالة؟ رسالة تركتها لصديقتها سوزان. عزيزتي سوزان، قد يفاجئك هذا، ولكني أود أخبارك بأنك عندما تستيقظين سأكون أنا في مكان آخر قريب منك وبعيد عنك. لن أطيل عليك فلا أملك الكثير من الوقت. أود إعلامك بأنني سأتزوج من أجمل رجل في الدنيا وسأسافر معه إلى كل بلدان العالم. سأعيش متعتي التي كنت أبحث عنها. إنه وسام، تعلمين كم أنا أحبه، وقد تعذريني إذا علمت بقرار زواجي منه. سأزورك قبل أن أسافر لأخذ بقية أغراضي. تحياتي لكم جميعا، لينا. يعني شنو؟ فص ملح وذاب؟ معقولة؟ راح تخبل راح تخبل، أكيد جماعتها راح يرجعون لبغداد، والخبر كله راح ينعرف وكل الناس راح تسمع. وآني وخلد لحد الآن ما يعرف، يعني أكيد راح يسألني ويقول لي أنت ليش ضميتي علي. بعدين هو البارحة كان كلش قلق، ومرض أمي مو سبب كافي. أكو أسرار؟ مو انت طول النهار هناك، لو الوقت ما يكفي. اي اسرار خيلاء، بس ربعتها موضوع خاص. اه
خاص وأني طرف بي. وإنتي ليش؟ لا بس ده لاحظ الكلام همس. يعني حتى ولا إشارة إن إحنا أهلها؟ إشارة صغيرة ماكو إنه؟ معقولة يعني؟ معقولة هاي بنتي؟ إنسان اللي مربي لي حيوان ما كان عطف عليه. هذه زعتوطة وأكيد راح تتندم وترجع. على كيفك ويا نفسك عيني يا بني سنان. شبك عندي؟ ما بقى عندي شيء خاف عليه، ما بقى. هل انتهيت؟ انتهيت أم مصطفى، انتهيت. ألو، مرحبا. إذا ممكن أستاذ رأفت موجود؟ طيب، شكرا جزيلا. أنا محتاجته. أول مرة بحياتي أحتاج إنسان يصير كل هذا. ليش؟ بسبب لينا، كل اللي إحنا بيه بسبب لينا. هذه طفلة وأكيد هذا قشمر، والله اللي يعلم هسه هي بياحة. لا تصيرون كلكم عليها. لينا أنت المسكينة ماما، ها لينا وحدة أنانية ما فكرت غير بنفسها وبس. أول ما فتحت عينها على الدنيا فتحت عينها على العلاقات والزواج. هم يا ريت فكرت بالزواج مثل العالم، مجرد مغامرة وبس. تافي رضا، حجيج هذا سجاجين تقطع بقلبي. ومن السبب أنتي؟ بالقوة طلعت من البيت، راح أموت ربا. ما اقدر اظل قاعده هناك ولا اقدر كل ساعه اخابر هاي كانها ملك الموت وواقف على اعشك. بطرانة هذه هي ما تدري وهي شو تسوي. العدل راح تدري ايش راح تسوي. الدور الزله بالقوه وجت هليم، اكيد راح تدمر بيها كل حياتنا. حياتكم حياتنا كلها راح تتدمر. شوفي بدي اقول لك، انت لازم تهيئين نفسك لاي شيء ممكن يصير، مو تتفاجئين. اقول لك وسناء، ما تعرفين شو اخبار رأفت؟ رأفت ايش ذكرت بي؟ لا ماكو شيء، بس يعني هو مثلا لما دا يسأل عن بابا عن سبب غيابه. لا صار فتره ما شايفته، حتى إلك ما يريدك تشوفي. شنو؟ لا ماكو شيء، كل شيء ماكو. ربا احكي لي بصراحة، اكو شي بينك وبين رأفت؟ اني مضطر اسافر للموصل في الاسبوع، وجزء اقل جزء اكثر. شنو السبب؟ ليش هاي اول مرة اسافر؟ لا بس انت ما صار لك هواي من رجعت. بعدين احنا متفقين السبت القادم افتتاح. اشو ذا خابر ابو اسناء يقولون مسافر، واسناء ما تعرف شيء، انت سفرك دا يصير بشكل مفاجئ. رأفت اكو شيء صاير بالمشروع من وراي وانا ما ادري. لا ابدا، انا سفري ما الى علاقه بسفر ابو اسناء. انا ناوي انقل شغلي لهنا، ولهالسبب لازم اسافر في كم يوم حتى ارتب اموري وارجع. بعدين انت ما محتاجني هنا. احسن شيء تسوي حتى تكون قريب على احبابك بشكل دائم. مو
لا لا ماكو شيء ماكو شيء، بس شويه كنت عطشان ودورت على المي ما لقيته. اكو مي هنا خليته. ها اسف حبيبتي، كلك تنومتش. نامي حياتي، نامي نامي. ماما انا لازم اسافر، لازم اروح لابويا. كان اكو شيء كان اتصل وربا. لا ماما لا، التليفون مو كافي. ابويا راح وحالته الصحيه كل سيئه، واكيد كل شيء ما راح يقدر يسوي. بعدين خالي مشغول بشغله. واحنا لا، احنا منو ان اني يمكم ماما، خليها تروح اخاف بابا يحتاجها. اوه هاي فجد وسام، ممنوع اطلع ممنوع انزل حتى جواب الفندق. ليش وقت لولا حياتي اذا احد شافت شلون انت مو زوجي شاكو بيها. زين واهلك خطيه ماما اكيد هسه متأذايه. كلش كم يوم وراح تشوفيهم، بس احنا لازم شويه نصبر، نتحمل، نضحي من اجل حبنا. زين ما سألت سوزان صديقتها؟ خالد سألها ما تعرف شيء. مستحيل، هذه صديقتها وتعرف عنها كل شيء. يعني احتمال أنا أتصل فيها. أهلين اذكرك بنا اليوم عيني. محتاجك بشغله. محتاجني بشغله؟ عفنا بحالنا استاذ رأفت. فلوس؟ اهلا وسهلا، تفضل تفضل استاذ رأفت. ماما دمرت اعصابي، تصور بس هي المقصوده بكل اللي صار، ولا عبالك احنا دنقاني. هسه انت ما تعرفيها الماما شلون تكبر الاشياء، ما عيب غير بكي والنوح، خصوصا اذا الموضوع يخص لينا. هي سبب كله من وراها، قامت تدلل بيها وتضم سوالفها وهاي النتيجه. رضاب رضاب الله يخليك، شويه هدي اعصابك، احنا ما ناقصين المشاكل، انت لا تصطدمين ويا ماما. يعني انت شنو تريدين تقنعين ماما بانه لينا غلطانه؟ ما تقتنع. مو زين ما قالت هو خطفها؟ قالتها قالتها، بس رساله لينا وتخطيطها وحكي بابا وياها هو سكتوها. هسه عموما انا هسه لازم اروح، لانه هاي خيلاء واقفت لي على الصغيره وعلى الكبيره، وخصوصا اورهانها مخطار يمه. يا حبيبتي انت شكون مكفه نفسك؟ انا اقدر على شغل البيت. بس ما تقدرين على ماما، أنا أدري بيكم أنتوا مثل النار والزيت، إذا خليتكم سوى ربع ساعة تحترقون. أكيد خايفة من أهلها. أبوها رجل معروف ويخاف على مركزه، ويخافون اللي يجرجرون بيتهم، حتى غراضين أنطونيوها إلي. زين بابا أروح لهم؟ ماكو داعي ترحيلهم، لأن كل شيء ما راح تعرفين. الرجال ابو سوزان خابر لي بنفسه ويعتذر، وهو كلش خجلان لان صارت بوجهه، ما قدروا يحافظون عليها. يقول مستعد اقدم اي مساعده، بس لا تتدخل سوزان بالموضوع. زين بعدين تعاد اقول لك، طفله هي عمرها 7 سنوات وضاعت من عندهم. انا مستغرب هذا شو ورطه وياهم، مخاف من اهلها من الناس، وليش لينا؟ ما
معقوله شاب يدمر مستقبله بهيك مقامره؟ هسه منين نصرف فلوسه خلصن؟ قلت لك من البدايه نسوي الذهب دولارات من نسافر. هسه شلون نعيش؟ ليش وسام؟ انت مو قلت لي عندي فلوس؟ خلصن صارت 3 ايام بدنا نصرف بيهن، بدنا ناكل وبدنا نشرب، بعدين اجرة الفندق. اي لكن وسام هاي كلها ما تكلف غير 10,000 دينار، يعني معقولة ما عندك غيرها؟ ليش ما معقولة؟ معقولة ونص.